أدخل. جولة. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. هات وش عندكم هنا؟ يود أنا رجال طفشت. والله اني طفشت ضاقت فيه. خلوا عني هلا اسكتوا. يلا عوض. يلا حي. انا رجال والله رجال طفشت ارجع. لمتى ارجع للبيت وريحتي بصل وثوم؟ لمتى؟ انتم راضين عن الشيء هذا؟ لا والله. راضين؟ ما انتم راضين؟ عندي مشروع تدخلون معي فيه؟ يلا قدام. وعد. روح. شوف هزيم من ده؟ صلع النبي. هزيم الطبخ يا رجل لازم يطلع فلوس. والله يا اخي تعرفون الفرقه ما ادري ايش اسمها هذه اللي بس هم بيض البيض. اي احنا اوكي احنا صح احنا محلقاتنا الشموس الوهيب لكن عندنا شيء هم بس يجون بس سامري. لا بس اللي يجون يغنون ذولا يجون من برا ما ادري ايش اسمهم بيض. اي عيونهم كذا عليك عيونهم كذا. احنا وش فرقنا عنهم؟ احنا عيوننا الحمد لله كبيره بس ان الشموس محرقاتنا عادي البلد نبي نجرب. يلا يمكن لعل وعسى تشوفنا فرقه وتاخذنا برا. يا ولد يمكن نصير احسن من الفرقه عندكم. نظاراتكم تعالوا برباه لازم زي جوهم. انا ما انفع زي جوهم. انا اعلمكم زي جوهم. تعالوا يمين اثنين يمين تعالوا كذا. تعالوا اثنين تعالوا كذا. ايوه معك نظارات. خلي برباه كذا البس نظاره قرب شوي. مخرج عطنا لعل وعسى انك تكون باب رزق لنا يمكن نصير فرقه بكره نطلع برا الدنيا وكل شيء. محمد عيسى نشوفه من فوق بالطياره. لا مو شال يا جماعه. واحد اثنين اسمعوا مخرج. اوكي يلا زي الفرقه هذيك عرفت كيف؟ والله اني يلا يا جماعه خلاص لازم ادخل فيها. خلو 1 2 3 No good. هنا جبوري ياخذ كل شويه جبوري يا هنا حمودي واو أوه. علاوي يجرح ويداوي جبر جبوري يا نو جود يا جماعة احس ما زبطت مو كذا هم مو كذا ما ادري كيف هم يجتمع قربوا كسرت رجلي يا اخي قربوا كذا هو كيف يسوي كذا يو نو اخويا حوله نو قد نو واو كذا عرفتوهم اي بالضبط يلا نو قد يس نو قد لا والله فاشلين ما حد ياخذنا كذا خلهم يشغلوا. طيب اجي اعود الطف. لا ايش رايك اسمع خليك استخر تكفى يا احمد خلنا نجرب اخر جعل بصل خليك على مجنونك تجيك جنمه يعني بس الفرقه زيهم. طب ايش فرقك وش فرقنا عنهم؟ احنا فرقه اسلاميه بس يعني بدون موسيقى بدون شيء. بيض هم بيض وش احنا بدون تانه احنا شيء بس احنا طيب عندي مشروع. انا عرفت وش اسمه. احنا مشروع بالله دقيقه خلوكم زي ما انتم. انا عارف الفرقه وما الفرقه هذه ما تصلح. دقيقه خلوكم بالله زي ما انتم خلوكم زي ما ارجع المالوف خلوكم من هالطب خلوكم لك عند قلب صاري ولا تطبخ خلوكم زي ما انتم. غريب ابو مسعود صح قلب علاوي يا علاوي امسكوا شباب امسكوا يساري انت ساعد اخوي ساعدك على يد استريحوا استريحوا ما عليك الارض نظيفه استريحوا ناشي غير الطبخ. انا اقول انا الظهر هذا المشروع اللي بصلح له. انا بقول ايه هونت من ذيك خلاص ما احنا جاي فرقه ايه. يا حسين انا عيني سهره ما تذوق قلبنا يا جماعه تعرف معنى فرقه. انا اللي اغني حلوين دقيقه انا اللي اغني انتم تردون وراي عرفتوا. طيب اسمع حمود انا عيني سهره ما تذوق قلبنا حمود انا عيني سهره ما تذوق والله العظيم والله لو نجيهم بلاش ما حد ياخذنا كذا. يا جماعه انتم تبون فلوس تبون مشروع خلاص خلكم ازنوا انا حنندور العيد كل واحد يلا
من ابدا من يمين لقمه العيش صعبه عبودنا عيني سهيره ما تذوق المنام عبودنا عيني سهيره ما تذوق المنام جبورنا عيني سهيره ما تذوق المنام جبورنا عيني سهيره ما تذوق المنام حمودنا عيني سهيره ما تذوق المنام لا وانا عيني سهيرة ما تذوق المنا لا وانا عيني سهيرة ما تذوق المنا عزوزنا عيني سهيرة ما تذوق المنا يا جماعة أنا غني أنتوا بعدي يلا نصيحة أيوة آخر شيء سيورنا عيني سهيرة ما تذوق المنا سيورنا عيني سهيرة ما تعتبون الصدق تعتبون الصدق والله ظاهر احنا راجعين للقدور وراجعين للبصر مالنا غير كذا لكن والله احنا اجتهدنا والله لا في لا فرقه ولا برقه صرنا فر بدون قح قمنا نروح نروح الطبخ يلا يلا والله الظاهر ما ينفع استغفر والله الظاهر مالنا غير البصر عسى الله ما يخيب تعبنا اجتهدنا عسى الله ما يخيب تعبنا يا حزانا من الوبين